العمل الاشتغال على حملة، لكنها حملة متخصصة في حرية التعبير. للاستذكار أيضاً، نعرف أنه عملتوا مع سليم شغل على الحملات، لكنه مثلاً كان في إثارة يعني أكثر من مرة ورد اسم المدافعة والتأييد والمناصرة ومن ثم الحملة. حبيت بس نرجع على هذه الرسم رسوم توضيحية اثنين بصراحة. الحملة اللي نحكي عليها في مجال حقوق الإنسان أو أيضا في باقي المجالات، لكنها هي مجموعة من الأنشطة لديها خلفها من يخطط ويفكر باتجاه معين، وهناك ترابط بين هذه الأنشطة. هناك هدف طويل المدى، هناك هدف قصير المدى، هناك أيضا موارد يجب تحشيدها، هناك متطلبات للحملة. على سبيل المثال، المنظمات اللي تعمل في حملة على حرية التعبير لازم تكون عندها إقناع للمتلقي إنها مناصرة لحرية التعبير، مش لأن صورة المنظمة إذا كانت تشتغل على حملة هي مش ملتزمة فيها، فصعب كثير إن توصل إلى الآخرين. ببساطة، الفكرة من أن تكون في شبكة مجموعة من المنظمات، تعمل مع مجموعة من المنظمات والاستفادة من قدراتهم. يعني شفنا كان في قسم مثلا يعملون على الموسيقى، ممكن يعملوا على النشاط موسيقي جزء من الحملة، قسم مسرح، قسم يشتغلوا على تقنيات وشبكات اجتماعية. لكن السؤال، لماذا نحتاج أن نصل إلى الجمهور؟ لماذا نحتاج إلى الجمهور؟ هو النصير أعتقد مش للسبب؟ التأييد. إيش تقصد التأييد؟ هل نحتاج إقناع الجمهور؟ وفي كل حالة نحتاج إقناع الجمهور، لماذا؟ هناك عملية الضغط على من؟ على الحكومة. بعض الأحيان الحملة تتجه إلى جهة محددة، قد تكون القضاء، قد تكون الحكومة، قد تكون البرلمان. بعض الأحيان قد تكون جهة ثانية، جهة أخرى. فعلينا أن نعرف مين اللي الجهة المستهدفة في الحملة، شو هو الهدف من هذه الحملة، وما هي الخطوات اللي حنسير بيها باتجاه تحقيق أهداف الحملة. هناك علاقة، هناك ترابط بين ما يسمى المعرفة الاطلاع على المعلومات والقيم التي يؤمن بها الأشخاص والسلوك اللي هو المرحلة الأخيرة. حنمر على هذه المفاهيم كلها بشكل عام، لكن سؤال موجه لكم، انه مش بالضرورة في كل الأحوال نتوجه إلى الرأي العام. احنا نتوجه للرأي العام لخلق وضغط عندما نكون ضعفاء. لكن مثلا على سبيل المثال، رئيس الوزراء قال لي شو بدك انت؟ هذا المرسوم خلص بطل منه، بس احكي لي شو مشكلتك مع هذا المرسوم؟ وصلت للحكومة التونسية وطلبت مثلا إطلاق سراح شخص مسؤول. أنا ممكن نخطط لحملة ونروح على الجمهور والإعلام، وأساسا هي ممكن الحديث مباشرة مع الحكومة لإطلاق سراح. ممكن تكون الحملة على كتابة الدستور ونروح نعمل لقاء مع المجلس الوطني اللي معني القسم المعني بكتابة الدستور، الهيكل المختص. لكن فقط التوجه للرأي العام يساعدني حتى أجذب اهتمام السلطة. إذا أجذب اهتمام الأشخاص اللي في النهاية هم الفئة المستهدفة من الحملة. بعض الأحيان لأنه نتحدث بشكل محدد على حرية التعبير، على سبيل المثال قد تكون المعنية هي الهيئة العامة للاتصالات، المعنية هي وزارة حقوق الإنسان إلى آخره. فعلينا التفكير، لأنه أثناء عملكم بالمجموعات رح تطرح هذه الأسئلة. لماذا؟ من؟ إلى من تتوجه الحملة؟ ولماذا؟ في بعض الأحياء، في نقاش أمس كان هناك عمومية يعني في وصف الحملات، لذلك كان حديث على كل شيء دائماً أنه الجمهور وحملات. حنشوف اليوم أنه حينما نتحدث عن حرية التعبير هناك جوانب ملموسة عملنا عليها الصباح، في قوانين وفي انتهاكات وفي توصيات، وعلينا أن نقرر أين نعمل ولماذا ومن نستهدف. الشيء الثاني هو جملة أسئلة يجب أن نطرحها، جملة أسئلة يجب أن تطرح في كل حملة، في أي حملة تعمل، فما بالك إذا حملة مخصصة متعلقة بحرية التعبير.
وهذه جملة الأسئلة، ما هي القضية؟ ما الهدف؟ ما الهدف من الحملة أولاً؟ الشيء الثاني، لماذا هذا الهدف؟ ما هي يعني لماذا أنا أطالب تونس أن تأخذ موقف من حرية التعبير بهذا الاتجاه وليس بذاك الاتجاه؟ لماذا؟ ما هو المعيار التي أستدعي؟ ما هي المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير؟ ومن ثم حتى أنا نقدر نواجه الناس لما نحكي على الفقرة 19، شو معنى فقرة 19؟ ما هي المشكلة حولها؟ لماذا هي مهمة لتونس؟ هل هي مهمة لتونس؟ السؤال الآخر، من نستهدف؟ قلنا عليه، إذا أنت كنت تحكي على تضمين الدستور ضمانات حرية التعبير، من الخطأ أنك تراجع على وزارة الداخلية. الحاملة ليش تستهدف وزارة الداخلية؟ لازم تستهدف المجلس التأسيسي، وإذا كنت تبغي الإطلاق صار